رجعنا لكم مرة تانية في نهار جديد وصباح الخير عليكم والجمال، وكل سنة وانتم طيبين. خلاص زي ما كنا بنقول، العيد الأضحى على الأبواب، كلنا شايفين طبعا الاستعدادات اللي بتقوم بيها أجهزة الدولة المختلفة عشان نستعد بقى بكل الأشكال إن احنا نوفر احتياجات وأمن المواطنين. ده اللي بيخلينا بقى من خلال الفقرة الخدمية النهاردة إن احنا نتكلم ونناقش موضوع اللحمة. موضوع اللحمة احنا عارفين إن احنا عندنا الأجازات الاعياد في مصر دايما بيبقى ليها طقوس استعدادات، طبعا العيد الكبير يعني اللحمه، تستعد بقى المجازر لعيد الاضحى، زي كمان هنعرف نوع المواشي، الذبيحه اللي بتتذبح، العجل اللي بيتذبح سليم ولا لا، كمان عايزين نعرف استعدادات وزاره الزراعه للعيد، وكمان قرار اللي هو الهام جدا اللي يعتبر لاول مره اللي هو فتح جميع المجازر الحكوميه لكل المواطنين بالمجان، ودي هتكون من الخدمات المهمه للمواطن في موسم عيد الاضاحي. طبعا عارفين انه معظم الناس بتذبح، تحب تذبح في الشارع او قدام البيت او عند جزار معين هم بيتعاملوا معاه، طبعا ده بيسبب ازمات، ازمات ليها علاقه بقى بالبيئه، وازمات ليها علاقه بمحلات الجزاره، وازمات ليها علاقه بالصرف، وازمات ليها علاقه بحاجات كتير جدا بتحصل. كل ده هنناقشه فقرتنا النهارده. معانا ضيفنا الكريم اللي منورنا، الدكتور عصام البطاوي، مدير اداره المجازر بالهيئه العامه للخدمات البيطريه بوزاره الزراعه. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيبه والشعب مصر كله بخير، وتهنئتي طبعا للشعب كله بقدوم عيد الاضحى المبارك، عدها الله على مصر كلها بالخير يا رب. يا رب يا رب. انا هبتدي مع حضرتك يا دكتور بالقرار اللي احنا بنسمعه يمكن تقريبا لاول مره، يعني ايه فتح جميع المجازر الحكوميه للمواطنين مجانا؟ هو الحقيقة تم تضافر جهود يعني وزارات كتيرة، منها وزارة الزراعة على رأسهم وزارة الزراعة والبيئة والمحافظات، المحافظين كلهم رحبوا بالقرار دوت لفتح المجازر منعا للكوارث اللي بتحصل كل سنة نتيجة للذبح في الشوارع والذبح على الأسطح المنازل، والتلوث اللي بينجم عن هذا، وبعض الحوادث اللي بتحصل جراء الذبح الجائر في الشوارع يعني. تمام. ده بس ده قرار احنا عايزين بس الاول قبل احنا عندنا كم مجزر على مستوى الجمهوريه، مجزر حكومي؟ 477 مجزر للحيوانات على مستوى الجمهوريه. تمام، عندنا 477 مجزر مفتوحين مجانا، احنا بنأكد مجانا للمواطنين ايام العيد. ايام العيد. ايام العيد. تمام. يمكن حضرتك اتكلمت في جزئيه مهمه جدا، احنا كل سنه بنشتكي من ده يا فندم، بس نقطه باستثناء طبعا المجازر الخاصه، في مجازر خاصه للحيوانات. لا احنا قلنا الحكوميه باستثناء المجازر الخاصه، المجازر الحكوميه بس احنا بنتكلم على المجازر الحكوميه. 15 مجزر خاص دول باستثناء المجازر الخاصه يعني. طيب احنا بناكد على كلام حضرتك ان المجازر اللي هيتم فتحها للمواطنين 477 مجزر على مستوى الجمهوريه مجانا. 27 ولا 77؟ 77 يا فندم. 77 في 27 محافظه على مستوى الجمهورية مجانا للمواطنين، وده طبعا من ضمن الإجراءات اللي بتقوم بيها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة عشان التلوث اللي بيحصل. فكرة احنا برضو حضرتك عارف يعني يا دكتور احنا عندنا طباع كمصريين يعني بالزبط. يعني يقولك احنا عايزين اصل الدم يبقى في البيت في الشارع، وبناخد ده نوع من انواع يعني البركة، هي العادات يعني بناخدها فعلا من انواع البركه، وديت ممكن يعني تحل تبقى في مكان محدود، مكان نقدر ننظفه بسرعه، سهل التنظيف زي المجزر، والمجزر بيرحب يعني بحضور العائلات، يعني العائلات ان هي تتابع تيجي تفرح يعني بالعيد بالظبط. مش يعني هتمنعه يعني مثلا حد يعني جايب اسرته لا انه يدخل على الإطلاق يعني على الاطلاق طبعا، يعني هو اللي هي المشتركين في الذبيحه بيبقوا في حدود مثلا 7 افراد بيجوا باسرهم اهلا وسهلا، يجوا يتفضلوا ويتابعوا الذبائح اللي موجوده كما لو كان عايز يذبحها في البيت عنده في الشارع، بس هي المساله ان احنا بنجنب التلوث البيئي، انتشار الحوادث، لا قدر الله انتشار الامراض اللي بتعقب هذا. اهم من كده ان هو السنه دي طالما ان المضحي عرف بان عمليه الذبح داخل المجازر مجانا، فاصبح عليه ذنب انه لو ما ذبحش في المجازر. الذنب ده من وجهه نظري
ليه؟ لان هو دلوقتي بيطلع اللحوم ديت كلحوم اضاحي لازم يكون متاكد من سلامتها 100%. فاحنا موفرين له، بيكون في انتظاره الطبيب البيطري اللي هو هيقوم بعمليه الكشف على هذه. مجانا انت برضو؟ مجانا يا فندم، ما هي المكان مجانا. ما احنا يعني انا شايفه ان دي فرصه كويسه، انا لو رحت لاي جزار يذبح لي خروف، يعني احنا عارفين متوسط ذبح الخروف دلوقتي بيوصل 150 200 300 جنيه في بعض الاماكن، والعجل ممكن يوصل ل 600 و700 جنيه. هو النقطه يا فندم، الخدمه المقدمه من المجزر هو المكان، المياه، الكهرباء، الطبيب البيطري اللي هيقوم بعمليه الكشف على هذه الحيوانات قبل الذبح، والكشف على اللحوم بعد الذبح، واعطائها ختم الصلاحيه. يعني انا دلوقتي كمواطن عادي هذبح واخد الختم، وهتاخد الختم اشاره ان دي تم الكشف عليها وصالحه للاستهلاك الادمي. النقطه ان اللي يا دوبك اللي بيجيبه المضحي اللي بيجيبه اللي هو الجزار اللي هو بيقوم بعمليه الذبح فقط. يعني هو بيجيب الجزار بتاعه. الجزار بس، انما الرسوم اللي بتتحملها الدوله ديت كلها مجانا، توفير المكان، توفير المياه، توفير الكهرباء، توفير الطبيب القائم بعمليه الكشف والختم ورفع هذه المخلفات، كل دوت مجانا. كل ده مجانا. طب هل هيبقى في قيود مثلا ان انا عندي جزار معين انا مفيش مشكله يعني برتاح له وبتعامل معاه يجيبه مفيش اي مشكله ويقوم بعمليه الذبح تحت، اهم حاجه ان يعني جزء مهم جدا في عمليه الذبح اللي هو بيختلف داخل المجزر من خارج المجزر، ان يعني صحه هذه الذبيحه. تمام. من عمليه اجراء عمليه الذبح، ذبح شرعيه انها بيتم تحت اشراف الطبيب القائم بعمليه الكشف. حضرتك عارف طيب انه في جزئيه ثانيه، ان احنا بنلاقي على الطرق السريعه، الطرق الصحراويه، الطرق الزراعيه، كتير جدا من الناس بتذبح عادي اللي هو ذبيح الاهالي، مجرد خيمه وبيمسك الذبيحه في الشارع ويبتدي التقطيع والبيع كمان منها. هو المفروض الحقيقه مش يعني دور الحكومه فقط في هذا النطاق، المفروض ده دور المستهلك نفسه، ان هو المستهلك لا يقدم على اي لحوم غير مذبوحه في المجازر، يعني غير مختومه بخاتم صلاحيه، لان الختم دوت هو اللغه التخاطب بين اللحوم وبين المستهلك، اللي هو بيعرفه بنوع الذبيحة اللي هو بياخدها، نوع اسم المجزر، المحافظة. ده كله بيبقى موجود على الختم. كل ده موجود على الختم، في علامات سرية بتفيد طبعا، بيخاطب فئة تانية اللي هم أطباء التفتيش، لأن مدة الصلاحية بتاعت هذه اللحوم تبقى أربعة، اللحوم الطازجة أربعة أيام. أربعة أيام بس. فطبعا بيبقى دي بتفيد اللي هو الطبيب التفتيش مع العلامات السريه اللي موجوده، بيحدد اليوم بالظبط والمكان، وبيبقى متعرف على العلامات السريه دي بالنسبه لاطباء التفتيش، بحيث ان هم بيكتشفوها بسرعه وبيعرفوا الذبح البراني من الذبح اللي هو داخل. طب الجزارين اللي في الشارع ما بيكونش فيه اي نوع من انواع الرقابه عليهم؟ طبعا في عمليه التفتيش. هو طبعا لا، في يعني حضرتك قضايا كتير اتمسكت ومصادرات كتير تم مصادرتها للذبح البراني، يعني في الفتره البسيطه، يعني يمكن من 6 شهور نقدر نقول مثلا 4500 محضر. منهم 4500 محضر، ده عدد كبير جدا يا دكتور، بالنسبه للحوم صالحه ولحوم غير صالحه. بعد اتخاذ الاجراءات التحليل والكشف عليها، اللي صالح طبعا بينزل السوق بعد ختمه بختم الصلاحيه، والفاسد بيتم التخلص منه التخلص الامن من خلال المحارق الصحيه. طيب هي الفكره برضو يا دكتور، هنقل حضرتك لنقطه تانية، ومعلش حضرتك يعني خلينا نتكلم بطبيعتنا الطبيعه برضو المصريه هي اللي بتغلب في الاخر. فكره ان انا بروح دلوقتي عند محلات الجزار، حضرتك عارف انه عمليه الذبح بتبتدي بعد صلاه العيد. تمام. تقريبا. تمام. فانا بروح عند محل الجزاره، احنا عايزين نتكلم نقول للساده المشاهدين فكره عمليه الذبح الجماعيه اللي بتتم امام محلات الجزاره، وعادي جدا هتلاقي الذبيحه في الشارع والدم نازل الدنيا. وعلى الارض، ده تاثيره بقى كمان قبل ما نتكلم عن اللحوم الصالحه ومش الصالحه. تمام. ده تاثيره ايه اصلا على الذبيحه، يعني لو احنا مش هممنا تلوث البيئه؟ هو طبعا هيلوث الذبيحه نفسها،
يعني فرضا ان هو في حتى الذبيحه اللي جايه السليمه اللي بعد كده اصبحت الارض اللي موجوده دي طالما انها مش متنظفه كويس هتتلوث. فاحنا يعني ده مكان محدود الفاسيلتي فيه او الامكانيات اللي هي امكانيات النظافه اللي هي مستخدمه لهذا المكان بسيطه جدا ويعني اقتصاديه جدا ما بتديش الوفره بالنسبه للتنظيف الكافي وبالتالي ممكن تتناقل من ذبيحه لاخرى. ده ممكن يحصل اثناء عمليه الذبح. ده ممكن يحصل طبعا. طيب يعني احنا برضو فكره الامراض اللي متعلقه بالذبائح برضو يمكن احنا كنا بنسمع عن بعض الامراض الحمى القلعيه بالزبط. لكن برضو ما نعرفش بقيه الامراض اللي ممكن تتنقل من موضوع الذبيحه واحنا مش واخدين بالنا منه. هو طبعا الامراض بتتنقل من ممكن من بال 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 بالانتقال بالتلوث من المكان اذا كان اللي احنا بندفع فيه ده اصبح ملوث اصبح كل المنتج اللي خارج منه يصبح ملوث. فطبعا فاحنا بنناشد طبعا جميع اللي قائمين بعمليه ذبح الاضحيه في هذا العيد التقدم لجميع المجازر لاتمام عمليه الاضحيه وسلامتها وسلامه اللحوم اللي هيوزعها بالنسبه للاقارب والفقراء بحيث انها تبقى ضامن سلامتها تماما 100%. طيب هو برضو معظم برضو الناس بتلجا لمزرعه لحد مربي سواء بقى أغنام أو عجول وابتدي أشتري منه بالظبط كده أكيد ما كشفتش على الذبيحة دي قبل ما أشتريها. هو اللي بيحصل إنها لحد ما تيجي لحضرتك المجزر طبعا لو بيذبح عند جزار عادي مش حد بيكشف أصلا بالظبط عشان نبقى متفقين بالظبط فبيفضل لحد ما يوصل لحد حضرتك في المجزر الطبيب البيطري بيقوم بالكشف على الذبيحة. طبعا ممكن يقول لك أنا يعني إحنا برضو عايزين نقول له إنه هو خايف على الذبيحة أو إن الطبيب البيطري يقول له إن الذبيحة بتاعتك غير صالحة بعد ما توصل المجزر. هو طالما يعني انا من وجهه نظري طالما ان هو خلاص يعني نوى النيه وقصد القصد بالنسبه للشراء فالاضحيه كده ثواب الاضحيه هو محسوب دي نمره واحد. انما يعني هو في اغلب الاحيان يعني بتبقى الاطمئنان بالنسبه لبعض اصابات ممكن موضعيه بالنسبه لهذه الذبائح إذا كانت طبعا هي مصابة بأمراض وبائية أو أمراض معدية أو ما يعني ممنوع أن هي ذبحها بتتخذ الإجراءات طبعا لحماية الثروة الحيوانية بتاعة البلاد وفي نفس الوقت حماية المستهلكين من هذه انتشار هذا المرض. فدوت يعني سلوك عادي وطبيعي وإن شاء الله هو يعني مفيش يعني الحمد لله الأجواء كويسة بالنسبة للثروة الحيوانية بتاعتنا. عندنا طبعا الإدارة المركزية للطب الوقائي قايمة بالتحصينات الدورية بالنسبة لجميع جميع أنحاء المحافظات في الجمهورية. فالناحية الوقائية عندنا الحمد لله ممتازة ما فيش أي أوبئة منتشرة في الجو العادي. فهو كل ما في الموضوع حاليا أنه هو يطمئن تماما ان هذه اللحوم صالحه للاستهلاك للاستهلاك الادمي وتوزيعها كلحوم اضحيه. طيب حضرتك يمكن طمنتنا ان المناخ المتعلق بالثروه الحيوانيه في مصر مناخ امن ولله الحمد لله. يعني الحمد لله رب العالمين لله. مفيش اي حاجه تخلينا نقلق بس احنا برضو عايزين نفهم الناس ايه هي الامراض اللي ممكن تكون موجوده في الذبيحه او عفوا في الاضحيه. يعني هو ممكن برضو ما يبقاش متخيل مدى ان المرض ده بالزبط. خطر عليه وعلى صحته وان هو ممكن بالزبط. يتنقل لو هو جازف تمام. واصر على عمليه الذبح رغم انه الحقيقة يعني الحقيقة ممكن يكون مستشعر بالقلق. انا بس هاخد كمان بعد اذن حضرتك يا دكتور قبل ما ارد على السؤال ده استاذ ضاحي. هو استاذ ضاحي زي ما زمايلنا قالوا لنا هو بيعمل في محل جزاره في سوبر ماركت كبير طبعا مش هنقول اسمه بس هو عايز يتكلم الساده المشاهدين ومعانا يا دكتور عن الاضاحي اللي هتكون موجوده يعني داخل محلات السوبر ماركت بعيدا عن محلات الجزار. استاذ ضاحي صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم ازي حضرتك؟ وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيبه. استاذ ضاحي يعني يمكن احنا ما بنبقاش فاهمين فكره الذبيحه او اللحوم اللي موجوده داخل مثلا محل السوبر ماركت انتوا بتجيبوها ازاي وتفرق ايه عن الجزار اللي موجود وازاي عندكم فرق سعر؟ يعني ازاي انتوا ارخص؟ بص يا فندم احنا اولا
عندنا تضارب في الاسعار، لان احنا بناخد اولا كميات كبيره من اللحوم، ثانيا احنا بنقسم الذبيحه نفسها لقطعيات بتسلسل اسعارها من الاقل للاعلى. عندنا الاجزاء الاماميه بيكون فيها سنه دسم بسيط كده، بيكون باسعار مناسبه جدا. تمام. واللي عايز قطع مخصوصه بيكون بسعر اعلى، بتكون كده، لكن كله في المتناول ده الموجود عندنا دلوقتي. طيب انتوا بتتبقى يعني بتاخدوا اللحوم بتاعتكم منين وبتذبحوا فين بقى؟ يعني ده مهم. ماشي. جدا. ماشي. احنا بناخد من بناخد مثلا مزرعه كامله. ايوه. بنشتري كل الكميه اللي فيها. تمام. بتتذبح في مذابح الحكومه. تمام. بتتختم ختم الحكومه. تمام. وبتتورد عندنا ودكتور بيشيك على حاجه وبنستلم وبنشتغل. طيب انت حضرتك شايف فرق السعر بقى جه منين؟ بص يا فندم، انتوا الاثنين بتذبحوا في مجازر حكوميه. عشان كده انا كنت بسال. الجزار العادي ايوه، عشان توصل له اللحمه بتعدي على كذا حد، يعني من المزرعه اللي ربى ده بيحط سعر، بعد كده بياخد منه تاجر العجول الكميه، ده بيحط سعر لنفسه ونسبه مكسب. تمام. بتروح على التاجر اللي هو اللي بيبيع لحم، بنسميه احنا سلت في المذبح، اللي هو بياخد عجول ويطلع مثلا ده بياخد ربع وده بياخد نص وده بياخد هكذا. بيديهم، ففي فقرتين في النص، في فردين في النص، لو كل واحد حط نسبه لنفسه فده انا بقدر اعدي دي في السعر، فاقدر اجيب سعر اقل منه. طب ماشي يا استاذ ضاحي، مش انتوا عندكم حاجه اسمها يعني التسعيره؟ اللحمه ملهاش تسعيره محدده، هو عرض وطلب، ملهاش تسعيره محدده، عرض وطلب. تمام. لكن بالنسبه لنا احنا، فانا بشتريها كامله، فانا بقسمها بقى اجزاء، فبحط كل الاسعار اللي تناسب كل الناس. تمام. عشان كده بتبقى اللحمه درجات، مش كلها سعر واحد. يعني انت عندك اللي من الكتف بسعر، اللي من الفخده بسعر، عشان نبقى مفاهمين. أيوة. الناس اللي عايز عرق فليتو ده بسعر اغلى شويه. اللي عايز بفتيك ده بسعره عالي سنه. ايوه. اللي عايز بقى لحمه للخضار، عايز موزه، عايز الحاجات العاديه اللي هي بيحتاجها كل بيت مصري وكل مواطن مصري. دي بالنسبه لي موجوده وسعرها مقبول جدا. طيب يعني متوسط سعر اللحمه المتوسط اللي انا بكلمك على لحمه فته خضار دلوقتي بتتراوح من كام لكام؟ عندنا احنا في المحل بنبيع من اول 65 جنيه لحد 85 جنيه، ده لحم الخضار العادي. ده انت محل يعني ده المفروض انه ده عشان انت مالكش دعوه بالجزار. لا انا ما بتعاملش مع جزار. لا انا ما بتعاملش مع جزار، انا ما بتعاملش مع. فانا عندي المتوسط دلوقتي من 65 جنيه اللي هي لحمه الفته، لحمه الخضار، ما بكلمكش على الفليتو. لحمه الخضار. ايوه كده. من 65 لكام؟ لحد 85 جنيه. طيب سعر اللحمه المفرومه بقى، انت عارف الرقاق والكلام ده برضو، معلش نعرف منك شويه اسعار، انا استغل حضرتك شويه. اللحمه المفرومه تحت امرك يا فندم. اتفضل. اللحمه المفرومه بتترتب على حسب نسبه الدسم المحطوط فيها. انا هفرقها، انا كست بيت، انا كمشتري بعمل ايه؟ هاخد بالي ازاي؟ هو انا ببقى عرض ومكتوب عليه اسمه وباين قوي من لونه، يعني في دسم بيبقى لونه فاتح شويه، المتوسط الدسم بيكون درجه اقل يعني احمر بس مش قوي، الاحمر خالص بيبقى باين، والثلاث اصناف بيبقوا معروضين وكل صنف عليه سعر. طب ده بقى المتوسط السعر بتاعه طيب. مع العيد ده من كام لكام؟ المتوسط بتاعنا ب 67 جنيه. ب 67 جنيه المتوسط. المتوسط الدسم خفيف ده بينفع في كل حاجه. تمام. وبيبتدي اصلا هو من كام؟ مع حضرتك من 59 جنيه، بس ده بيبقى ملبس. ملبس يعني في نسبه دسم. يعني في نسبه دسم. تمام. انا طبعا بشكرك جدا استاذ ضاحي، يعني الحقيقه دي كانت حاجه مهمه جدا، احنا عايزين نعرف الاسعار بره اخبارها ايه، ونشوف طب هي المحلات بتذبح فين، يعني زي ما هو قال لنا كده احنا برضو بنلجا للمجازر الحكوميه. تمام. يعني هو برضو دكتور. تمام. بشكرك طبعا استاذ ضاحي على المعلومات دي، ما بيقدرش يخرج بره المجزر بتاع الحكومه. كويس. هو بقى المراحل بقى اللي قال لنا عليها ديت سليمه، لان فعلا هي مهنه الجزاره فيها يعني مراحل. تمام. بتبتدي من المزرعه ببيع الحيوان اللي هو للذبح، اللي هو للذبح الفوري، وبتنتهي بجزار المحل. في الوسط في يمكن مرحلتين او ثلاث مراحل. لو عدينا الاستاذ ضاحي قالوا اربع مراحل. ما انا بقول لحضرتك في الوسط هيبقى في مرحلتين او ثلاث مراحل، اللي هو جزار اللي هو بي 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 بيجمع الحيوانات دي من السوق ويوردها لجزار البلاطه اللي هو بتاع المجزر، اللي هو ايه يعني شغلته يقوم بعمليه الايه البشكره
وذبح الحيوان وتجهيزه ويخليه في مجرد صندوق لحم يعني. تمام. بيبتدي يقوم جزار اخر بياخد الكميات اللحم دي ويبتدي يوزعها على ايه، وكل مرحله من دول بيحط فيها سعر طبعا مكسب. فاذا زادت اللي هي التكلفه طبعا كل واحد لازم بيحط لنفسه هامش ربح بس هي اصلها ان سعر الكيلو ما يزيدش عن 65 جنيه بالظبط. فده الحقيقه الاستاذ ضاحي يعني يشكر، وده نموذج الحقيقه بالنسبه لحل الازمه اللي هي موجوده بالنسبه لاسعار اللحوم. نتمنى ان هو يتكرر في اصل انت عارف يا دكتور انا الازمه بتحصل منين؟ عشان اكون صريحه مع حضرتك. أيوة من الجزار اللي موجود في السوق. انا بكلمك على سوق شعبي عادي. أيوة جدا. أيوة فندم. أيوة. تمام. وانا ببقى بالنسبه لي خلاص انا اللحمه وصلت، هي جات لي من انا شفتها عليها ختم المجزر. تمام. فانا اتاكدت ان دي لحمه بلدي. اتذبحت عند حضرتك وكشفت عليها. تمام. فاللحمه دي امنه بالنسبه لي. تمام. عقبال ما توصلني عند الجزار اللي في السوق بلاقي السعر بقى 100 جنيه و90 جنيه. بالظبط. فبقعد اقارن يعني. فكره السعر ده دي ودي بتحير وخصوصا ان حضرتك يعني يعني مهما كان المجزر بياخد رسوم من الجزار. يعني هي يعني الرسوم ضئيله جدا، لان المجازر بتأدي خدمه يعني، هي في الاول وفي الاخر هي بتأدي خدمه، وهذا يعني اللي بيدفع لا يوازي الخدمه المقدمه تماما يعني. يعني اقصد اقول انه حتى لو توزعت ان انا عندي العجل مطلع 300 كيلو لحمه. بالظبط. فاحنا بنتكلم انه حتى لو الخدمه دي 50 قرش ربع جنيه على كل كيلو. كلام فارغ طبعا. ما تجيبش ان انا الاقيه 40 و45 جنيه. لا طبعا. ما تجيبش ده. لا. تمام. يعني انا بشكر حضرتك جدا، دي كانت معلومه مهمه جدا. الله يخليك. انا عارفه انه النقطه مهمه جدا اللي هو قالها حضرتك برضو. ان هو فعلا القطع بتاعت على الذبيحه كل قطعه بسعر، فهو فعلا يعني وزع الاسعار على القطع بتاعت يعني توزيعته للسعر سليمه جميله جدا وممتازه فعلا. بس ده برضو ما بيحصلش عند معظم الجزارين. عند معظم الجزارين. انا بيروح قاطع لي لحمه بيتعامل معاها كمتوسط وبيبتدي يبيع، وان كان يجي برضك على بعض القطع الممتازه ويغلي تاني يعني، يبقى اسعار سعر تاني. دي العمليه مش كويسه. دي عمليه ما فيهاش اي نوع من انواع العدل على المواطن. بالظبط. يعني مش مالناش دعوه دلوقتي بتقسيمه الجزار. بالزبط. ناخد حافظ من الجيزه. طيب حافظ، صباح الفل يا حافظ. الايه؟ الراجل اللي مالوش فايده ده. اتفضل حضرتك. انا سامعاك، انت معانا. سامعاني؟ ايوه والله. انا من سكان فيصل. المجزر التابع للمحافظه فين؟ المجزر التابع للمحافظه. حاضر، احنا اسفين ان احنا سيبناك على التليفون. انا بعتذر لك يا استاذ حافظ. لا مفيش حاجة، كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيب وبخير، وبشكرك ان انت عايز تعرف المجزر اللي في فيصل فين تابع للجيزة. دكتور عصام هيرد عليك. قررت تذبح في المجزر يا حاج حافظ؟ طب ارجع لنا تاني. انا بشكرك جدا. المجزر اللي في الجيزة في مجزر المنيب. المنيب يقدر يتوجه ليه. تمام. في مجازر كتيرة هتبقى برضو قريبة يعني، إذا كان أسيم أو كرداسة مثلا. كرداسة هيبقى قريب. كرداسة أعتقد هيبقى قريب. أقرب أكتر. فيقدر يعني يذبح هناك يعني. طيب لو حضرتك ساكن في آخر فيصل من ناحية الجيزة يبقى مجزر كرداسة هو المجزر الأقرب ليك. لو حضرتك من اتجاه الطريق التاني يبقى مجزر أسيم هو الأقرب ليك. لو حضرتك على الماريوتية أو العمرانية يبقى تتجه إلى مجزر المنيب. المنيب هو الأقرب ليك. ثلاث مجازر أهم يا حاج حافظ يعني، وأنا يعني هكون سعيدة جدا لو فكرت إن أنت تروح. طيب لو حصل بقى إقبال من المواطنين على الذبح في المجازر الحكومية. تمام. وحضرتك عارف كل واحد عايز يجي بعد الصلاة ويخلص. المجازر مستعدة عشان ما يحصلش أزمة يا دكتور؟ المجازر مستعدة لاستقبال الذبائح بالطقم الأطباء البيطريين الموجودين. كامل الاستعداد. احنا يعني مزودين المجازر بأطباء أخرى من الإدارات الأخرى اللي ليهم علاقة بالمذبوحات، على أساس ان هم يعاونوا كثافة الذبح. تمام. في نفس الوقت مزودين المجازر بالمنظفات والأدوات النظافة، على أساس انها تترفع المخلفات دي أولا بأول، ما يحصلش أي تلوث للذبائح.
الاختام برضو تم اعدادها وتم متابعتها، والماده الملونه كله على انا عندي المجزر الاستعداد. ممكن يقدر يستقبل كام ذبيحه في اليوم الواحد؟ يعني هو كل مجزر على بتختلف حسب الساعة بتاعته يعني طبعا. خلينا بالحد الادنى الاول، يعني 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 نقدر نقول مثلا 100 200 ذبيحه يعني ده كل مجزر. وبيتخش في اكتر من كده يعني، يعني على حسب الوقت، ما هو يعني اليوم كامل يعني، مش كله هيذبح في وقت واحد. هو والجزار بتاعه جاب الجزار خلاص، هو الدكتور بيتابع عملية الذبح وهو بيكمل، وبعد كده بيجي بيكشف على حيوان صاحي، وهيكشف على الحيوان بعد الذبح على اللحوم وهيديها الصلاحية. طيب فدي مسألة بسيطة. هو عملية بقى التقطيع، انت عارف حضرتك برضو الناس عايزة تقطع وتقعد بقى تكيس وكده، هل هيبقى في المجزر امكانيه ده، ولا ننبه عليهم ان ده ممكن يحصل في البيوت بشكل هو افضل؟ يعني انا اناشد برضو اللي هي الجزئيه دي تتم بقى في البيت، على اساس انها ما يعني ايه ما تاخدش وقت وحيز كبير، يعني عمليه التعبئه والكلام ده. لانها طبعا بتبقى عمليه التعبئه بالنسبه للاكياس، الاكياس بقى انا باخد القطعه دي كلها وببتدي عندي في البيت بقى اظبط كل حاجه وابتدي اكيسها واخلصها بسرعه. طيب بيبقى ده افضل الحقيقه، بيكون افضل. لكن لو الناس قطعت مش يعني هتقول لهم لا، ممكن يعني هيتم برضو يعني احنا بنقول كده، ولكن برضو هيتم مش هتبقوا عايزين تزعلوا حد من خالص طبعا من لان ده عيد وكل سنه وهم طيبين. طيب يعني نيجي بقى الجزئيه بتاعت الامراض اللي احنا اتكلمنا عليها. احنا ما نعرفش يعني ايه اللي منتشر، هتلاقينا عارفين مرض الحمى القلعيه مثلا بنسمع عنه، لكن في يعني في امراض كتير جدا متعلقه بالمواشي احنا ممكن يكون عندنا قصور في المعلومات عنها، او ممكن ما ناخدش بالنا واحنا بنشتري الاضحيه دي هي سليمه ولا مش سليمه. بالظبط، هي يعني في مرضين ومشهورين قوي اللي هم بيظهروا في الحيوان قبل الذبح وبعد الذبح ما بنقدرش ايه نعرفه، يعني لو ذبحت خلاص. اللي هو مرض السعار، يعني اللي هو جاي من عضه كلب مثلا او اتنقل للحيوان من عضه الكلب، وده وارد طبعا. يعني امر وارد، يعني هو راح يشتري فعلا الذبيحه وممكن تبقى فيها شك من القصه ديت. التاني اللي هو التيتانوس، اللي هو التشنجات بالنسبه للحيوان، تشنجات ايه متقطعه، واخد بال حضرتك، بعد الذبح ما بتظهرش، فدي طبعا ايه حاجتين مهمين. طب والسعار ده ممكن يتنقل السعار طبعا بيتنقل للانسان. للانسان طبعا، عن طريق بالتلوث، عن طريق اي جرح، اذا كان في جروح في الجي اي تي، في الجاسترو انتستينال تراكت اللي القناه الهضميه، ممكن يتنقل بالتلامس من المكان اللي هو فيه اللعاب ده، او المكان اللي فيه اللي هو لعاب الذبيحه نفسها بتاع الذبيحه، اذا كانت وصلت للدرجه الايه درجه انعكس عليها بشكل ملحوظ. طب ما حضرتك يا دكتور برضو قلت لنا نقطه خطيره جدا. أيوة. انه لو اتذبح انا مش هعرف. بالظبط، فعشان كده احنا بنهيب باخواننا اللي بيقوم بعمليه الكشف الظاهري، مهم جدا بالنسبه للحيوان. طب انا وانا رايح اشتري، معلش ما لجأتش دلوقتي لحضرتك كويس. وانا بشتري كويس. خلاص ونزلت كويس. السوق، رحت جميل. مزرعه، رحت عند واحد بيبيع عجول، اول جميل. حاجه ممكن تخليني انا بص ظاهريا ايه واقول لا انا مش هاخد الذبيحه دي. بالظبط، انا ظاهريا على الحيوان انا ببتدي بتفرج عليه، بلف حواليه وبشوف الشكل العام بتاعه، ما لاقيش فيه اي اورام، يعني اي يعني الجسم بتاعه ماشي بشكله الطبيعي، ما فيش فيه اي اورام في اي جزء، ما فيش فيه اي جروح، حركه الحيوان بيتحرك طبيعي، ما فيش فيه اي عرق. بعد كده بشوف الريفلكس اكشن بتاع الحيوان ده عند الاقتراب منه، او بهوشه بايدي كده، في عينيه ريفلكس اكشن بتبتدي اتحركت عينيه معايا. بالظبط، فده كده معنى ان كده ان هو بيشوف. ابص على الجلد، الوبر بتاعه، او اذا كان جمل، او الشعر بتاعه اذا كان بقره او جاموسه، او الصوف بتاعه اذا كان خروف، بيبقى المهم ناعم وفي نفس الوقت لامع، لامع وفي اتجاه ويعني منتظمه، مش رافلد، مش منحكش. فده معناه ان هو الحيوان ده صحته كويسه. لكن لو لقيت جرح في الذبيحه ما اخدهاش. لو لقيت جرح في الذبيحه ده بتعتبر عيوب
واحنا الاضحيه دي شروط الاضحيه من الصحيه من الناحيه الصحيه الطبيه البيطريه ان انا لازم تكون سليمه وطيبه 100% لان هي طب ما دي ممكن جزار ياخدها ويشتريها ويبيعها يا دكتور. ما فيش مشكله، ما هي 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 احنا بنقول عيوب الاضحيه، دي عيوب الاضحيه كاضحيه، لكن لحوم هي بتذبح يعني تذبح و يعني هو أضحية. لو انا دلوقتي لو واحد خدها وجابها المجزر دي ما فيش مشكله اذا كانت الجروح ديت يعني حاجه يعني حاجه بسيطه يعني ما هياش حاجه، لكن هي تعيب اضحيه. تعيب الاضحيه. تعيب الاضحيه كاضحيه، لان الاضحيه لازم تكون يعني 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 نقدر نقول احلى ما في الحيوانات. تمام. يعني فده السعار اللي هو السعار الحيواني. الحيوان هادئ يعني قائم، الرأس والرقبة والظهر بتاعه قائم غير خامل غير رائد متحرك يقظ، العيون بتبقى براقة، ما في أمر على جميع الفتحات بتاعته اللي هي الفم والأنف والعينين والأذن، ما لقيش فيها أي إفرازات. تمام. اي ماده في مفرزه فيها افرازات ابتدي ده برضك ده معناها ان في اصابه ما بالنسبه لهذا ابتدي الحياة. اخلي بالي ارفض اختار ذبيحه اختار اضحيه ثانيه. طيب. المؤخره بتاعه الحيوان اللي هو مكان الاخراج بتاعه ما يكونش مبلل او في اشاره لان في اسهال، اذا حصل تبول لهذا الحيوان يبقى البول بتاعه لونه اصفر ما يكونش احمر مدمم يعني. تمام. طيب عايزة برضو أقول لحضرتك على حاجة تانية، أنه اللي احنا عرفناه أنه تم التنسيق ما بين وزارة الزراعة ومديرية الأمن عشان يكون في تواجد أمني. تواجد أمني. تواجد أمني بقى بمعنى؟ بمعنى أن في غطاء أمني موجود لجميع المجازر لتأمين هذه المجازر من أي خلافات لانسيابية العمل بشكل هادئ يعني. تمام. في طبعا استاذ مصطفى بعت لحضرتك بيقول لحضرتك انه في مفتشين من وزاره التموين هيكونوا موجودين في الشارع علشان متابعه المحلات بتاعه اللحمه، وكمان بيقول لحضرتك انه هل ده بقى هيخلي الناس يعني يمنعوا الذبح في الشارع؟ هو يعني المفروض الحقيقه ده سؤال ما بقول يعني لحضرتك. احنا المصريين اذكياء جدا الحقيقه، ويعني المفروض التصرف الطبيعي والمنطقي ان احنا عشان نطمئن على اللحوم اللي هتوزع في عيد الاضحى كمضحي انا يعني انا اللي هذبح وانا اللي هوزع، فانا لازم اتيقن تماما ان هذه اللحوم سليمه 100%، لازم الجا للمجزر. فيعني احنا بنناشد طبعا، وهذه تعتبر يمكن التجربة الأولى بنفتح المجازر بالمجان، وطبعا التجربة هتتناقل إن شاء الله من أول يوم، وهنلاقي إن شاء الله في إقبال كويس، وخاصة أني أنا من يعني في تخيلي أن المجزر هيعتبر يعني مركز هيجي ممكن يلاقي ممكن جزارين عايزة تذبح لهذه الذبائح، فهيلاقي عروض كتيرة بالنسبة للجزارين تقوم عملية الذبح، وارخص من اللي هيجيبه يذبح له مثلا في البيت بشكل اقتصادي، وطبعا تحت كنترول اللي هو الدكتور من ناحيه ان هو بيشرف على عمليه الذبح وصلاحيتها بالنسبه لهذه الاضحيه. طيب سؤال تاني جاي لحضرتك من الاستاذ مهدي بيقول لحضرتك بالنسبه للاكشاك والمحلات والكلام اللي احنا بنسمعه عن بيع لحم الحمير واللحوم الفاسده اللي بقت موجوده، وكل يوم بنسمع اعلانات ان في محلات جزاره بتبيع لحم حمير. هو طبعا انا بطمنه ان الحمد لله يعني احنا في جهاز رقابي يعني ممتاز جدا منتشر في 27 محافظه، ومش يعني على راسهم بتبقى الهيئه العامه للخدمات البيطريه بالتعاون مع مفتشين التموين والصحه وشرطه المسطحات بالتفتيش بالنسبه لجميع اماكن عرض اللحوم كاللحوم الطازجه واللحوم المجمده في الثلاجات والمطاعم والفنادق. تمام. كل ده بيتم التغطيه ليه كامله. احنا بينقصنا هنا
الحقيقة دايما تعاون المستهلك، المستهلك ده ضلع اساسي حتى الحلقة. تعاون المستهلك وتعاون الجزار برضو. بالظبط، بس المستهلك ده هو المبدأ الاول، لان هو اللي هو بيشوف اي حاجة مخالفة احنا بنحاول من خلال. ما هي الذبيحة اللي راحت عند الجزار دي يا دكتور برضو. أيوة. انا حريصة هي اللي خدت ختم من حضرتك ولا حضرتك كشفت عليها، بس خلينا نروح للأستاذ محمد وهبة رئيس شعبة القصابين الجزارين لاتحاد الغرف التجارية. أستاذ محمد صباح الفل على حضرتك وكل سنة وانتم طيبين. أنت بالصحة والسلامة وحضرتك طيب وخير وعيد سعيد إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله. قولي لي بقى اللي انت عايزاه من الجزارين. احنا عايزين من الجزارين حاجات كتير قوي يا استاذ محمد. عشان شايفك، عشان بقول لك شايف توجه وتملي من الاعلام بيتحمل المسؤوليه كلها مع حياه الجزار. لا يوم الروح انت معاك مسؤول موجود. طب ازاي ده ما حصلش في الهيئه العامه للخدمات البطاريه؟ ده حضرتك كنت منور. اسمعيني للاخر بقى عشان انا راجل عيان، راجل عيان وعايز اقول الكلمتين واتوكل على الله، لان انا عيان وتدخلت المفروض ما كنتش دخلت اتكلم. الف سلامة عليك. متحاملين كده وخلاص. معاكي معاك. اولا اول حاجه قلت ان في محلات جزاره بتبيع حمير. انت مش معاكي مسؤول من الهيئه العامه للخدمات البطاريه؟ مش انا اللي قلت، حضرتك مش عايز تسمعني. انت اللي قلت. اسمعيني للاخر بقى ارجوكي لو سمحتي، عشان انا تعبان ومش قادر اتكلم. طب هاتي لي المسؤول اللي معاك ده يقول لي هات لي محضر لمحل مرخص جزاره باع حمير. مفيش محلات بتبيع. اساليه اساليه اهو. هو ما قالش كده على فكره يا استاذ محمد. فيها لحوم حمير خالص. هو ما قالش. حضرتك اكيد كنت بتتفرج على قناه ثانيه مش علينا. هو احد حضرتك ده سؤال من مواطن، حد بعت رساله عايز يطمن بخصوص الاشاعات اللي موجوده. احنا ما اقول لك على حاجه، ما احنا بقول بص اقول لك على حاجه، ما احنا ما نعممش ونطلق اشاعات وتلزق في الناس بالكذب. خلاص محدش عمم. ده حد بيسال سؤال. انا بتكلم دلوقتي بقى على خدمه. اكمل كلامي بقى يا استاذه، اكمل كلامي عشان انا تعبان عندي القلب. اكمل كلامي. الدكتور بيتكلم على المجازر. اولا المجازر بتاعتنا اكمل كمال كلامي. المجازر بتاعتنا مش مجهزه لتجهيز التشفيه والتقطيع. ايوه صح يا دكتور. أيوة. هل انت العمال أيوة. اللي عندك اللي أيوة. موجوده في المجازر تتبع الدوله ولا تتبع القطاع الخاص؟ تتبع القطاع الخاص. كله هيجي لك يكم الوقفه يمشي متربط مع ده ومع ده. هتيجي الصبح عشان انت عمال تقول المجازر المجازر والناس تروح تتبع هناك. هتروح الصبح مش هتلاقي حد، هتلاقي بقى مين ده؟ اللي هو نجار وعامل جزار، واللي حداد وعامل جزار، انما الناس المتخصصه كلها راحت بتذبح ومربطه مع الناس. وبعدين انت لو انت بتقول الكلام ده والكلام ده حلو على راسي واخد بالك من فوق، انت لو انت جيت مجزر زي المنيب وزي البساتين وراحوا 1000 واحد بس، مش هقول لك 5000، ب 1000 عربيه كل واحد معاه الذبيحه بتاعته. على انت اماكن تقعد عندك انت عمال اللي هتقدر تعمل لك اللي عايزه تعمله؟ بالعكس عند الجزار بيبقى عنده التخصص وعنده كل حاجه وبيقطع وبيعمل. رايح مش رايح عشان يقعد واخد بالك. اكمل كلام يا دكتور وبعدين رد زي ما انت عايز ترد زي ما انت عايز ترد. اتفضل يا حاج محمد. دي جزئيه دي جزئيه بتكلم فيها اللي هو اتكلم فيها الدكتور. نيجي الناحيه بقى من اللحوم. انا عايز الناس كلها تعرف ان احنا في عندنا نوعين من اللحوم بتتجاوز في جمهوريه مصر العربيه. تمام. اللحوم المصريه. ما بقولش بلدي بقى عشان في ناس خلصت البلدي دلوقتي. في لحوم مصريه. المنشا واخد بالك والتربيه. وفي لحوم بتيجي مستورده. اللي هي حيه وبتطبخ هنا على الحدود واخد بال حضرتك، ولحوم مجمده. تمام. مين اللي بيشتغل في الحاجتين دول؟ هو القطاع العام بشقين. القطاع العام بشقين. ايه هو القطاع العام؟ وزاره التموين والقوات المسلحه. تمام. هم اللي بيجيبوا اللحوم دي. واحنا برضو ادينا للوزاره محلات جزاره من عندنا تشتغل في اللحوم دي عشان خاطر امنع حكايه الشوادر واللي بشكل اللي بالشوارع اللي بتسيء للمهنه.
انا قلت لوزير التموين او وزير التموين المحلات انت عايزها في كل الشارع تحت امرك تاخد الحصه بتاعه اللحوم. احنا بقى عندنا وزير تموين بقى جديد يا حاج محمد. مش اسمع كلامي للاخر وبعلق اذا ما انت عايزه ارجوك. هو أنا هو حضرتك ليه مش عايز تسمعني حضرتك؟ هو حضرتك بتكلمني يعني يا حاج محمد خالص يعني انا لازم اسالك عشان ترد. حضرتك عايز تتكلم لو اتفضل يا حاج محمد اتفضل اتكلم. ما انا الاخر خالص بقى خدي كل كلامي وعلقي زي ما انت عايزه. انا مش عايز اعلق، انا عايز اسال حضرتك. انت حضرتك مش عايز تسمعني خالص. انا بقول لحضرتك اتفضل. احنا عملنا محلات مخصوصه واخده بال حضرتك لوزاره التموين. تمام. بتاخد حصه من اللحوم المستورده دي بتبيعها. المحلات دي مرخصه، عندها دوسيه للضرايب، عندها دوسيه للتامينات، يعني راجل مشترك في الدوله. مش كل واحد يروح يعمل لي كشك في الشارع ولا يعمل لي شادر في الشارع ويقول انا تبع الدوله وتبع القوات المسلحه تبع والكلام الفاضي ده. والدكتور اللي معاكي فاهم الكلام ده. طب اسال بقى قول للدكتور انا عدو. بص هقول لك الحاجه، انا عدو لجنه متابعه الغذائيه اللي مشكله. طب اسال طيب ولا يعني حضرتك مش عايز تسمعنا خالص؟ الدكتور ابراهيم محروس رئيس الهيئه زميلي في المجلس ده، والناس واللواء بتاع الامداد والتمويل. طب يا حاج محمد انا ممكن اسال بقى؟ من اول اتفضلي. طيب دلوقتي الجزار اللي بتروح الناس تذبح عنده الاضاحي في الشارع، تمام، وليه كل الاحترام ومحدش اتكلم على موضوع الجزارين خالص. اولا سؤالين حضرتك رد عليا فيهم، سعر اللحمه اللي كل جزار بيبيع اللحمه على مزاجه، انا بكلمك على الجزارين اللي موجودين في الشارع العادي، بكلمش لا على اللي تابع لوزاره التموين ولا اللي تابع للقوات المسلحه. دي حاجه. ان هو إيه جزارين في الشارع عايز افهم؟ يعني لو محلات الجزاره الحره الخاص يعني لو في الشارع العادي في اي شارع جزير محل مرخص عنده محل مرخص، بكلمك على اسعار اللحوم اللي بتنزل. ماله ماله بتنزل، ممكن الاقي محل بيبيع اللحمه بسعر غالي جدا عن منافذ البيع اللي حضرتك اتكلمت عنها. دي حاجه. الحاجه الثانيه الفكره الاضاحي، انت مش فاهم اهو. المنافذ دي بتبيع لحوم مستورده، ده بيبيعيه لحوم مصريه. انا بكلم حضرتك، لا المنافذ ما بتبيعش لحوم مستورده. دي سعر انت لخبطت. انا مش عارفه اخد بصراحه. انا بشكرك جدا بصراحه. لا 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 انا بشكر حضرتك، انا بتكلم على اللحوم البلدي. حضرتك مش عايز تسمعني خالص. لا انا بلاقي الجزارين في الاسواق اللي هو عنده محل، انا عارفه ان هو عنده محل، انا اقصد اقول في اي شارع عادي محله مرخص، بلاقي حاطط اللحمه على الناس ب 100 جنيه وساعات ممكن تعدي ال 100 جنيه كمان في بعض محلات الجزار. ولما وانت بتتكلم عن حاجه شخصيه خالص، انت بتدافع عن قضيه الجزارين، انا ما بتكلمش عن قضيه الجزار على فكره. انا ما بنقولش ان الجزار بيتلاعب بالناس بس وما تعرضناش اصلا لاي جزار، انا بتكلم على تسعيره اللحمه. وده موجود ومعانا دكتور عصام وقال انه تم ضبط محلات جزاره فيها لحوم فاسده. دي محاضر موجوده يا جماعه. وشرطه التموين كل يوم بتظبط لحوم. احنا ما بنعممش، ما بنقولش ان كل الجزارين مش كويسين، ما جبناش سيره المحلات، ناس عندهم انعدام ضمير، ناس بيبقى عنده ذبيحه راح جابها من المزرعه ودبحها هو بنفسه ولا راح للمذبح ولا راح في اي حته. ايه علاقه ده بموضوع الجزارين؟ احنا ليه بنشخصن القضايا؟ يعني بناخدها على نفسنا طول الوقت ومش عايز حضرتك تسمعنا، وعمال تقول انا تعبان. وطبعا الف سلام على حضرتك، ما عنديش اي مشكله، بس المواطن لازم يفهم. ما انا لما الاقي سعر اللحمه هي متوسط سعرها من 65 جنيه ل 85 جنيه والاقي الجزار بيعديها 100 جنيه لازم اسال، لازم الناس تعرف ايه اللي عندك. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه هل الجزار اللي بيروح لواحد يذبح عنده اضحيه بيكشف عليها الاول يشوفها كويسه عيانه ولا مش عيانه؟ طب ما نحط ايدينا في ايد المجازر بتاعه الحكومه. هو ليه يبقى في خلاف ما بين الجزارين والمجازر الحكوميه؟ ولو هو يقدر يشيل 300 ذبيحه في اليوم يذبحهم المجزر، وانت الجزار بتاعك انت حر، انت اصل انت وانت لما بتروح لجزار في الشارع وانت خدت بطاقته. لا 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 يا جماعه، لا بجد يعني بعتذرلك جدا يا دكتور. انا بحييكي طبعا على يعني احنا ما طلعناش بحاجه. انا مش هدفي ان يبقى في خلاف
ما بين شعبة القصابين أو الجزارين وما بين المجازر الآلية أو وزارة التموين؟ خالص خالص خالص. يعني حتى لو في بينكم ببعض خلاف مكملة؟ لا، مسألة مكملة المفروض وضابطة. ما هو أنا بقول لحضرتك لو في بينكم وبين بعض خلاف تقدروا حضرتك تحلوه بعيدا عن المواطن؟ مفيش أي خلاف، مفيش أي خلاف، ده بالعكس، ده المفروض إن التعاون موجود، يعني المفروض التعاون موجود. هو الحاج أحمد يعني نوه لجزئية فعلا اللي هي جزئية اللي هي أي حد بيفتح ممكن وينتحل يقول إن أنا تبع منافس ويقول لك أنا لا، إحنا ما بنكلمش على يعني ده برضو جزئية دي أخطاء طبعا هننبه عنها للسادة المشاهدين. بس أستاذ حضرتك نتوقف نروح لموجز العاشرة مع الزميلة شيماء خاطر. إليك مرة أخرى يا شيماء وصباح الفل عليك. شكرا ليك يا شيماء، ونرجع تاني نكمل حديثنا. وبجد الترحيب بضيفي اللي منورني في الاستوديو الدكتور عصام البطاوي مدير إدارة المجازر بل هي العمل الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة. واحنا طبعا يعني قبل الموجز احنا عايزين بس نأكد يا جماعة احنا مش ضد الجزارين، ما ينفعش يعني الجزار ده ما هو يعني احنا كلنا عايشين مع بعض. احنا بنتكلم دلوقتي على الجزار اللي هو بيبقى عنده سعر اللحمة مرتفع جدا بزيادة عن اللزوم، فانا كمواطن عادي منزل اشوف اللحمة بالاسعار دي يعني حرام، ده كتير جدا. دي حاجة. الحاجة التانية، انا لما بدبح الاضحية عند الجزار، في جزارين اكيد ما بيكشفش على الضحيه، ده بيبقى ماسك سكينه وبيخلص من كتر العدد اللي عنده. فانت ممكن تكون جايب الاضحيه وهي اصلا ممكن تكون يعني مضحوك عليك فيها، فالجزار ما بيبصش عليها. ده اللي بتعرضه عليك وزاره الزراعه. عايز تروح تذبح في المجازر الحكوميه روح، مش عايز حضرتك انت حر لو عندك جزار بيذبح لك. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، احنا معاك يا حاج محمد في موضوع لك شكل على الطريق، لان دي كل دي ذبايح لها عليها ختم او جاب ذبيحه وذبحها وخلاص، يا سليمه يا مش سليمه، فده كله برضو احنا متفقين معاك عليه. الفكره انا مش بشخصن القضايا يا جماعه، الفكره ان احنا عارفين ان الناس كلها بتشتكي من اسعار اللحوم اللي موجوده في الشارع. وزاره التموين، منافس بيع قوات المسلحه، وزاره الزراعه فيها لحوم بلديه، وعايزه اقول لكم ده طبقا لل يعني زي ما صرح بيه النهارده مركز دعم القرار والمعلومات في رئاسه مجلس الوزراء، وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي خصصت خط ساخن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، نقوله بعد إذنك يا دكتور، 374-81-750 أو 374-81-751، وده علشان الرد على استفسارات الجمهور بمواصفات وشروط الأضحية من الناحية الصحية والسليمة وسلامة الحيوانات قبل الشراء. كمان عندنا خط ساخن اللي هو رقم 16258، ده علشان تستقبل شكاوى المواطنين. اما فيما يتعلق بموضوع اللحوم، كان في اشاعه طلعت ان وزاره الزراعه منزله لحمه ب 25 جنيه، الوزاره ردت قالت لا طبعا مفيش لحمه ب 25 جنيه، ده مش منطقي ان يبقى كيلو لحمه ب 25 جنيه، لكن قالوا ان اللحوم اللي بيتم طرحها انه الرقم اللي حصل ده ان 25 جنيه ده رقم احدث بلبله طبعا، وده كان هدفه ان الناس تهجم على منافذ وزاره الزراعه. انا بقول لكم فيقول لك فين اللحمه ب 25 جنيه اللي انت قلت عليها، فطبعا تحصل مشكله زي ما حصل في موضوع اللبن العادي. يعني احنا بنوضح بالمناسبه، وده دورنا، ده اللي لازم نعمله. حضرتك اللي عايز يقتنع بهذا الكلام طبعا هو حر، لكن انا دوري اوضح لك المعلومه. السعر الحقيقي هو 36 جنيه للكيلو قايم، ده بالنسبه للحوم البقري، و34 جنيه للجاموسي و38 جنيه للخراف، واللحوم السودانيه المذبوحه في مصر والصوماليه من 58 جنيه ل 60 جنيه الكيلو، ودي لحوم بلديه، بلدي مش مجمده زي ما كان الاستاذ محمد وهبه بيقول، لحوم بلديه مذبوحه في المجازر عندكم، مذبوحه في المجازر. هي النقطه هو يعني المقصود بانها ايه، لحوم طازجة مستوردة، على اعتبار ان وان كنت انا شايف ان بالنسبة لي مش مجمدة. لا طيب طازجة. خلاص ده اللي بننبه عليه. المجمد بقى بكام؟ لحوم فريش المجمد ب 40 جنيه الكيلو. فاحنا بنوه تاني اللحوم اللي هي المستوردة، بس دي لحوم طازة مش مجمدة، من 58 جنيه ل 60 جنيه الكيلو. تمام، دي اللي هي اللحمة هتلاقيها مكتوب كده لحمة سوداني لحمة صومالي بالزبط. ودي اللي هي منافذ معلن عنها، معلن عنها، ودي موجوده في وزاره التموين وموجوده كمان في منافذ بيع القوات المسلحه. اللحوم المجمده ب 40 جنيه سعر الكيلو. الارقام هنعيدها بعد اذن حضرتك تاني.
وزاره الزراعه طرحه خط ساخن لاستقبال الشكاوي والخدمات البيطريه 374-8175-0 374-8175-1 او الشكاوى على الخط الساخن 16258. ماشي استاذن حضرتك يا دكتور، عايزين ننوه على جزئيه اخرى، واحنا كنا قلنا للناس رد وزاره البترول، ردت ده لما صدر عن رئاس مجلس الوزراء وزاره البترول والثروه المعدنيه بتنفي رفع اسعار البنزين والسولار بعد اقرار قانون القيمه المضافه. وكمان الوزارة أكدت أنها بتسعى لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلي، وده هيكون من خلال ضخ حوالي 48 مليون لتر سولار و29 مليون لتر بنزين يوميا. وبالنسبة لموضوع أنابيب اسطوانات الغاز، قالت كمان الوزارة أن ما شهدته بعض المحافظات من تكدسات على بعض مستودعات البوتاجاز، وكان منها طبعا مستودع أبو رواش، قالوا أن دي كانت ظاهرة غير مبررة لأن السوق ما فيهوش أي أزمات، وأن احنا في فصل الصيف، وأصلا من غير المعتاد أن يكون في أزمة في أنابيب البوتاجاز خلال أصلا فصل الصيف عشان تحصل الأزمة. قالوا كمان أنه بمجرد ما حصل التكدس ده، وزارة البترول حتى استجابت للظاهرة دي وضخت 101 مليون اسطوانة بوتاجاز يوميا خلال شهر سبتمبر مقارنة، يعني تم زيادة حوالي 100 و100 ألف اسطوانة يعني بوتاجاز. ده الشهر اللي فات كان 950 ألف اسطوانة بوتاجاز فقط لا غير. ده الرد اللي جالنا عشان السادة المشاهدين اللي كانوا بيسألونا عن رد وزارة البترول، ده كان من ضمن الحاجات المهمة. وردينا كمان على موضوع الأضاحي وأسعارها، هنقول تاني اللحمة السوداني 58 جنيه، اللحمة الصومالي 60 جنيه، اللحمة المجمدة 40 جنيه، دي الأسعار اللي موجودة اللي يعني اللي بتوزع الجهات الحكومية. السعر بقى اللي الجزار بينزل وبيطلع بيه ده موضوع الجزار، يعني مش موضوعنا احنا خالص، ولا يعني احنا عارفين احنا مش عارفين هو تكلفه اللحمه بتجيله بكام. مش انا طبعا دي كانت كلها موضوعات لازم نبتدي، معلش بعد اذنك يا دكتور نقولها. طيب العجل بقى اللي هيوصل لحضرتك المجزر ويطلع عيان، تعمل فيه ايه؟ هو طبعا بيتم اعدامه، تخلص من اللحوم بطريقه، اللحوم المعدمه دي بيتم اعدامها من خلال المحرقه اللي موجوده في المجزر، او من خلال التخلص الامن من خلال المحليات برفعها الى المدافن الصحيه. يعني ده يعني انا ما بسيبش فرصه ان اللحمه دي تخرج من المجزر خالص خالص، استحاله استحاله، ولا كيلو واحد ولا فتفوته ولا فتفوته. بيتم الاعدام وبعدها على طول عمليه الحرق. عمليه الحرق ده بالنسبه للمجازر الكبيره اللي فيها محارق، بيتم على طول نقلها على طول المحرق وتحت كنترول اذا كان موجود شرطه وطبيب مصاحب لهذه الذبيحه لادخالها داخل المحرق، عشان كده هيبقى فيه خدمات وتأكد امنيه. طبعا. طيب سؤال تاني اخر برضو احنا ردينا، بس هنقول برضو بخصوص ان وزاره التموين بتضبط لحوم فاسده مع اقتراب العيد، وبيقولوا ان ده كل سنه بيحصل نفس الموضوع. هو طبعا طبعا يعني حضرتك مكافحه الجريمه، هل قطعت حدوث اي جرائم بعد كده؟ لا. لكن يعني هو ما زال يعني المكافحه والمتابعه والتفتيش، اسطول التفتيش ده من الجهات المختلفه، الهيئه العامه للخدمات البطاريه، وزاره التموين، المسطحات الشرطيه، كل دوت قايمين على دورهم في على مستوى الجمهوريه كامله، ان هي بتبقى لجنه مجمعه، واحيانا في كتير بتضم ليها بعض المفتشين من وزاره الصحه لعمليه الضبط وعمليه الضبط اللحوم المعروضه اللي في الاسواق. تمام. احنا برضو بعد اذن حضرتك هستاذن حضرتك، ده برضو رد عاجل جالنا من هيئة السلع التموينية انها بتنفي تماما، وده طبعا برضو رد من رئاس مجلس الوزراء انها بتنفي تماما استيراد مصر زيت فول سويا مهندس وراثيا وضار بالصحة. الوزارة بتنفي تماما ان ده حصل، وقالوا ان عملية الاستيراد كلها بتتم لأعلى المواصفات الزيوت في العالم حفاظا على صحة المواطنين، وان احنا عندنا احتياطي استراتيجي ان السلعة دي تكفي مقررات البطاقات التموينية اللي هتصرف كلها لحد شهر
بالظبط زي ما حصل ديسمبر القادم لحد اخر العام، مفيش يا جماعه زيت مستورد نزل ضار بالصحه خالص. الحمد لله. ده يعني ما حصلش. انا طبعا بشكر حضرتك جدا. الله يخليك. يعني وبعتذر لك. لا لا يمكن شويه الحوار اخذ شكل حاد مع ان احنا كنا جايين عايزين هدفنا حوار هادئ ان المواطن يعرف الذبيحه هيشتريها ازاي، يذبح فين، يعمل ايه. لكن معلش الحمد لله يعني احنا بس مش عايزين نبقى متعصبين لبعض. لا ابدا ابدا يعني اطلاقا اطلاقا. يعني احنا في الاخر كل تعاون المستهلك ده في نصب عينينا داخل يعني احنا كقطاع من ضمن قطاعات كتيره، احنا داخل المجازر، احنا مستهلكين اساسا، يعني احنا بنروح نشتري لحمتنا بنفس الطريقه. فلازم يعني نتوخى الحذر في ان اللحمه ديت اكيد اكيد يا احنا هنشتريها يا اقاربنا يا اخواتنا، حد واحنا كلنا المصريين يعني العجل المصاب ده ما هو لو خرج من بالظبط من عند حضرتك فيه 300 اسره على الاقل 300 اسره على الاقل هياكلوا منه 300 اسره. وخلي بالكم 300 اسره ده مش 300 فرد. يعني 300 اسره اضربوا متوسط يعني كل اسره في اربعه، فاحنا بنتكلم يعني على 1200 فرد. لو في اصابات اخرى امراض اخرى زي السل وزي الحمى المتموجه اللي هي البروسيلا دي السل برضو لازم العجل يتم اعدامه. يتم اعدامه طبعا على حسب اللي هي مناطق الاصابه بتاعته اللي هو بيقررها الدكتور، اما ربع او نصف العجل او العجل كامل لو اصابه منتشره يعني. وده برضو ممكن يتنقل عن طريق اللحمه. بالظبط ممكن يتنقل عن طريق اللحمه على طول. تمام. انا بشكر حضرتك جدا، حضرتك نورتنا وكل سنه وحضرتك طيب وربنا يعينكم. ونتابع بعد العيد لو في اي ازمات او خلال فتره الاعياد هنبلغ حضرتك. لو المواطنين اشتكوا من المجازر تحت امرك هنقول. بشكر حضرتك جدا دكتور عصام البطاوي مدير اداره المجازر اللي هي العامه للخدمات البيطريه بوزاره الزراعه، نورتنا. مشاهدين احنا كده اتكلمنا عن اللحمه، والله احنا مش ضد الجزارين وحياه ربنا خالص ولا عايزين المسؤول عن شعبه الجزارين يشخصن المساله وياخدها ان احنا ضد الجزارين، لكن احنا مش هنقفل راسنا في الرمل. كل يوم بيتم عمل محاضر من وزاره التموين، يعني بيتم ضبط في شخص فاسد. كل منظومة في الدنيا ممكن تلاقي فيها شخص فاسد. بالظبط. الإعلام فيه ناس فاسدين، الصحافة، الطب اللي عندها، كل ما فيش مجال في الدنيا ممكن تلاقي شخص معدوم الضمير. هي الفكرة إن إحنا بنحاول نقول للناس إزاي أبعد عن الشخص معدوم الضمير، إزاي أبقى متأكد اللحمة اللي أنا شاريها كويسة. الشكل اللي موجودة في الشارع يا جماعة اللي اللحمة مش مختومة، لو ما تلاقيش الختم الأحمر بتاع اللحمة البلدي أو البنفسجي تعرف إن دي ما تدبحتش في مجزر. بالزبط. يعني ما اتكشفش عليها قبل ما تتدبح. ما تشتريش منها زي ما بالزبط. الدكتور بيقول ربما تكون سليمة أو مش سليمة. والسعار الحيواني والسل الحيواني بيتنقل من اللحمة للإنسان بعد الدبح بيفضل موجود في اللحمة. وانتوا أحرار، احنا بلغنا وعملنا اللي علينا. فاصل ونرجع نكمل معاكم النهار جديد.